يعني إذا كان بظل حكومة وحدة وطنية تتحدث عن هذه الثغرات، ما الحال إذا لم يكن كذلك؟ يعني لأنه المشكلة أنه حكومة الوحدة الوطنية صفت حكومة تعطيل وطني كامل. يعني اليوم إذا حزب الله منه راضي على أي قرار بدأت تتخذها الحكومة، من تعيين إلى ضبط إلى أعطاء هدف للجيش اللبناني، أو إلى يعني تأكيد على موازنة الدولة اللبنانية، إذا الحزب الله منه راضي على أي نقطة من هالنقاط، العملية فارطة والعملية ما بتصير. ونحن اليوم بفتكر في مسؤولية كتير كبيرة على قوى 14 أذار وقوى السيادية في لبنان، إنه اليوم ما عم تاخد موقف صارم بهذا الموضوع، عم بتخلي الطريقة يلي عم بتصير فيها الأمور وفرض الأمور عليها بطريقة كتير طبيعية، وعم بتخليها تمرق تحت إجريها. هيدا الشيء ممنوع ونحن رافضينه كليا. نعم. يعني اليوم في أنا بنشد القوى السيادية إن كان بالحكومة بعد موجودة هذه القوى، أكيد بعد في شيء اسمه 14 أذار، أكيد بعدها موجودة، وأكيد أنه نحن النضال تبعنا من أجل السيادة والحرية ومن أجل حرية الإنسان في لبنان والقرار الحر تبعه، هيدي بعدها موجودة وعم نطالب فيها يوميا. ولكن للأسف اليوم عم نحس انه الدولة اللبنانية محصورة من كل الميلات من قبل سوريا وإيران. هل تخشى شيخ نديم يعني من وراء هذه التطورات والاستحقاقات ان نكون مقبلين على حرب؟ يعني جو المناخ اللي موجود بالبلد بيؤدي او بدل على حرب قريبة جدا، ولكن اكيد نحن هذا الشيء ما بنتمناه. صحتها لبنان يعني ام انه تكون اوسع؟ شي مره شفتي بالشرق الاوسط حرب ما عم بتصير الا على الاراضي اللبنانيه، ولكن التطورات يلي بالمنطقه اليوم مختلفه عما كانت عليه الامور. للاسف انه طالما اليوم حزب الله بعده اداه بيد ايران للدفاع عن النووي تبعه او لهجوم الغرب او الى ما هنالك، اليوم أي مشكلة بالشرق الأوسط أو بالمنطقة رح تأثر مباشرة على حرب على الأراضي اللبنانية. وإن شاء الله لا، إن شاء الله لا، لأنه اليوم الاقتصاد تبعنا ما بيتحمل، اليوم المواطنين وأعصابهم ما بتتحمل. المشكلة إنه الدولة اللبنانية عم نحسها مش يعني يعني عم بس انه وكانه يعني عم تتحدث اليوم بلهجه قاسيه الدوله اللبنانيه، لانه انتم مشاركين بهذه السلطات. نحن مشاركين، وانا اليوم كنايب عن الامه اللبنانيه، اليوم انا عم بوصف واقع وعم بقول انه اليوم اذا الدوله اللبنانيه رح تستمر بهذا الاطار رح توصل لمرحله ما رح تقدر تضبط الامور والفلتين يلي رح يصير. نعم. فاليوم الدوله اللبنانيه لا، يمكن لهجتي قاسيه ايه، بس لانه اليوم كمان بالوقت الاخر الدوله اللبنانيه لهجتها كثير مايعه. يعني من هالمقال بنستنتج ان القواتيين والمستقبل موافقين على التملك. يمكن هالامر نفاد دكتور عمار خوري. اول شيء يمكن نفاد دكتور خوري، انا بشك كامل الشك انه القوات اللبنانيه تكون قابله بموضوع التملك، واكيد نحن رافضين موضوع التملك وعده امور تتعلق بحق الفلسطينيه اخرى بتفتح مجال ولو مزريب صغير لوصول الى التوطين. طب بهالحاله كيف بتتم معالجه الحاله الوضع الفلسطيني ككل؟ هل يجوز ان تبقى الامور على ما هي عليه؟ اول شيء خلينا نبلش نحط الامور باطارها. الفلسطيني اليوم لاجئ، والوضع القانوني للاجئ الفلسطيني او لاي لاجئ لا يتعلق. نعم. بالتوقيت الذي موجود فيه على الاراضي اللي عم تستقبله. يعني ان كان صار له شهرين او ان كان صار له 20 سنه، هيدا لاجئ حقوقه محصوره وحقوقه. نعم. محدوده. ما معناتها اذا اليوم عم نقول انه صار له 20 سنه على الاراضي اللبنانيه بدنا نعطيه هالقد حقوق، وبكره اذا صار له 100 سنه بدنا نعطيه هالقد حقوق. لا، حقوقه محصوره وبدنا يعود الى ولكن الى فلسطين. ادنى هذه الحقوق أنا غير متوفره اليوم يعني. النقطه اللي ممكن علي عليها كمان هي موضوع حق العوده. حق. نعم. العوده منه حق، لانه حق ويقدر واحد يتنازل عن حقه ويبقى يتوطن في اراضي اخرى وممكن يعود، هيدا خيار عنده اياه. نحن منا فقط مع الحق، نحن مع اجباريه العوده الى الفلسطينيين الى ديارهم. اذا اسرائيل ما بدها اياها، هيدي مشكله تتعلق
بقرار دولي وبقرار الأمم المتحدة والجامعة العربية وجامعة الدول العربية، خليهم هن يتحملوا مسؤوليتهم، لأنه اليوم الجو اللي عم نشوفه، وأنا عبر زياراتي إلى أمريكا والأمم المتحدة وزيارة السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، كان واضح الكلام أنه اليوم في خطة توطين واضحة مش بس بلبنان ولكن في كل الدول العربية وفي كل الدول الموجودين فيهم الفلسطينيين، وهيدا شيء مرفوض في لبنان. بدهم مصر أو سوريا أو الأردن بدها توطن توطن، ولكن هن هول البلدين كمسؤولين لبنانيين، هول البلدين بالذات ما لي خلينا نتوقف على شغلة صغيرة. اليوم بمصر أو بالأردن أو بالعراق أو بالكويت أو حتى بالإمارات عم تشحط الفلسطينيين اللي موجودين على أرضها، عم تسحب الجنسيات الأردن الفلسطينيين اللي موجودين على أراضي فلسطين أو مصر، وإلى على أراضي الأردن أو مصر، كل هول لأنه الفلسطينيين عم بيعملوا مشاكل في البلاد اللي عم يكونوا موجودين فيها. فليه نحن اليوم بدنا نتحمل لوحدنا هيدي المسؤولية؟ اليوم الفلسطيني نحن وقت عم نحكي من هيدي اللهجة، لأنه عينينا كثير 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 من الوجود يعني الفلسطيني على الأراضي اللبنانية. يعني يمكن هنا النقطة يجب أن تبدأ بإعادة فتح الصفحات و استقبلنا اليوم الفلسطيني الأمور. بس شيخ، لأنه معنا صحافي غسان سعود له فترة على الخط وما بدي نطره كثير، مثل ما بيقول مارون نصيف بختام ما قاله، يبدو أنه في تواصل بين تكتل التغيير والإصلاح والكتائب. أيضا غسان سعود بالأمس بجريدة الأخبار يتحدث عن هذا التواصل والتفاهم الثنائي. أستاذ غسان، صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير شيخ. صباح النور. بمقالك اخترته بتقول أن العونيين والكتائب يبدون ذاهبين إلى تفاهم ثنائي مسيحي الطابع، لدى العونيين مشجعون له ولدى الكتائب محبذون له، سواء من يشعرون بأن القوات تأكل طعامهم بملعقتهم وشوكتهم، أو ممن يؤمنون من قديم الزمان بأن خيارات ميشيل عون السياسية الجديدة هي الأصح بالنسبة إلى المسيحيين. الأكيد الوحيد بتقول أن نديم الجميل سيزداد شعبية الأسبوع المقبل حين سيمتعد بعض الكتائبيين الجعجعيي الهوى. قبل ما أسألك عن هالملاحظة الأخيرة، بالبداية بالنسبة للتفاهم، بتحليلك إلى ماذا ممكن أن يؤدي أو إلى ماذا يهدف بالمرحلة اللاحقة؟ يعني أنا بسياق المقال قايل إنه اليوم التفاهم يعني بلش بالموضوع الفلسطيني وشمل عدة عناوين بينوا الكتائب والعونية يعني من سنة لحديث اليوم هم متفقين عليها، يعني مثلا حق المغتربين بالجنسية في كل عناوين، بالتملك، يعني هيك متلاقين على مجموعة عناوين إذا بدك مسيحية أكثر. وأنا برأيي حتى لو قلت اللبنانية مش كتير بعيدة عنه. نعم. يعني يمكن تتميز. أنا اللي صار إنه سامي إبراهيم قالوا أكثر على هول النقاط وأجلوا البحث اللي هني مختلفين عليه أصلا. نعم. من أجل ماذا؟ يعني هل يؤسس هذا التقارب لتقارب بالخط يعني بالسياسي بالمرحلة المقبلة؟ لا تقارب سياسي، يعني أنا واثق إنه حزب الكتائب ثابت بقناعاته اللي هي يعني بالموضوع السوري وموضوع حزب الله هي بعيدة عن التيار، يعني وبالتالي في تقارب إذا بدك ظرفي حول مجموعة عناوين. نعم. مثل ما فهمت إنه في الطرفين قرروا إنه يكون هذا التقارب بس مكتوب، يعني بدل ما يكون إنه نحن أوكي متفقين على هول بس مش كاتبينهم، بعتقد حيكتبون. نعم. بس يعني في امور متفقين عليها من الطبيعي نكون متفقين عليها، ومش بس مع العونيين، يمكن في حتى مع القوات او يمكن مع 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 اكثر من اقسامنا، في امور من الطبيعي نكون متفقين عليها، وخاصه موضوع الفلسطينيين ما ممكن نقبل فيه، وبفتكر كمان القوات اللبنانيه ما ممكن تقبل فيه يعني. ولكن لماذا استاذ غسان كانت هالملاحظه باخر المقال بخصوص الشيخ نديم؟ لا يعني انا برايي انه سامي جميل او هيك بعتقد او هيك المعلومات اللي عندي، سامي جميل بالاسبوع المقبل يعني رح يروح خطوه شوي اضافيه لحتى يقول انه هو مستعد يتعاون اكثر مع التيار بالموضوع الفلسطيني وغير الموضوع. باي كيف شو شكل هذه الخطوه؟ لا بتمنى ما اقول شو يعني كيف الشكل حيكون. لا اصلا كانت واضحه بالمقاله تبعه امبارح يعني. بس استاذ حسان، انا بس حابب اقول لك انه يعني اي خطوه من هالنوع ما بتلزم حزب الكتائب اذا ما مرقت على طاوله مكتب السياسي. وكمان هون في مناقشات عديده رح تتم بهذا الاطار، لان احنا صحيح انه يمكن في امور
نتفق عليها مع التيار الوطني الحر، ولكن المشكلة الأساسية مع التيار الوطني الحر هو الموقف الوطني والسيادة، يعني الموقف من سوريا، الموقف من حزب الله، الموقف من السلاح، الموقف من 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 اتهامات البترك وإلى ما هنالك. هيدي أمور لا ممكن اليوم نفصل بين العمل الوطني والسيادة والأمور التفصيلية الداخلية يلي يمكن اليوم نحن بنتفق معهم مع كثير من حلفائنا أو أقسامنا عليها.